جزاكم الله خير الحقيقة هناك سؤال مقارب لسؤال الأخ عبد الرحمن الحقيقة والسائل يسأل فيه شيخ صالح وفقكم الله يقول كيف أصل أصدقاء والدي ووالدتي تطبيقا لحديث إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه تصلهما بما تيسر من الهدية أو من الإطعام وضيافتهم ضيافتهم إذا جاءوا إليك ومن أيضا السلام عليهم والاحتفاء بهم الإحسان إليهم بالقول وبالفعل نعم